سبتش شغل يعني. ايه يوم سبتي؟ ما انا نويت اسافر. اوعوا تقولوا بلدكم ايه ولا جنسيتكم ايه اللي يرحلوكم على هنا تاني. امال هنقول ايه؟ انت خبلت في نافوخك بقى. انا مش جبتلكيش دهب في الجواز، عايزاني كمان ابيعك الكردان. بكره تجيب لك لمين؟ انا بقى هجيب لكم بتاع البحر وبجنينه واسعه. انا طول عمري في الارض بعزج وازرع واروي، لما يشيلوني منها هروح فين بس؟ انتوا هتمشوا مسافه نص كيلو بس على رجليكم في البحر. خليه يسافر يا ام مجدي بدل ما يموت. السفر برضو موت. ناطاليا اهي. ناطاليا سعيد يا كوشة سعيد. نفسكش في جزء اللي خالد جابه لنا؟ سيبيه يطلع زي غيره، كان ربنا يفرجها عليه. حرميك في البحر، انت راس الدياب. العمر بيد الله. وحده القادر على أن يصحبك بمشاعر شديدة الخصوصية وأنت تشاهد أي مشهد في عمل فني أي كان، لأنه يعني مايسترو وموسيقار وفنان قدير للغاية، يستطيع بمزجته أنه بالفعل ينفذ إلى قلبك ويأتيك بالشعور الذي يريد أن يأتي به بألحانه ومزجته. معنا الأستاذ تامر كروان، الموهبة الكبيرة، وأنا شخصياً سعيد جداً جداً أن أنا بلتقي بيك. والله أنا سعيد يا أستاذ عمر جداً والله. ربنا يخليك تامر. بالفعل يعني أنا بشهد لك أنه أنت دايماً تذكرنا بيك طوال المشاهد. يعني أنا شخصياً لما أسمع مزجتك في أي عمل فني أحس كده بأن أنا يعني قد إيه متوافق، عمال بستمتع بيك في المشاهد. يعني ده حاجة تسعدني جدا. ربنا يخليك. النهارده بالذات في فيلم البر الثاني يعني كنت إلى حد كبير جدا جدا يعني مرافق لآلام وأوجاع وأفراح وسعادة شخصيات الفيلم. كيف رأيت الفيلم اليوم؟ الحقيقة أن فيلم البر الثاني فيلم صعب جدا، صعب جدا كمان مش بس إنتاجيا وإخراجيا، صعب جدا موسيقيا، لأن هو بيتعامل مع شخصيات احنا يعني بنقرا عنها في الجرايد، بتبقى شخصيات زي ما بيقولوا احصائيات. فازاي تحول سواء بالاخراج او بالانتاج او بالمزيكا، ازاي تحول الشخصيات دي لشخصيات حقيقيه من لحم ودم تتعاطف معاها وتقدر ان انت تنقل المشاعر المتضاربه اللي جواهم طوال الرحله اللي هم بيطلعوها دي لحقيقه عند المشاهد. دي متهيألي كانت الصعوبة الأكبر، وخصوصا في المزيكا، لأن الموسيقى طبعا أنت عارف فن مجرد جدا طبعا، فلازم تبقى حساس جدا في تأليفك للموسيقى التصويرية للفيلم زي ده. إزاي إن أنت ما تتحولش إلى ما تحولش الشخصيات دي لشخصيات فولكلورية. فبالتالي كان استخدام يعني إحنا ما استخدمناش آلات شرقي كتير غير العود يعني في بعض الأماكن، ولكن حاولت إن أنا أستخدم الأوركسترا عشان بتبقى محايدة، بتديك المشاعر بس بحياديه شديده، ما بيبقاش فيها تداخل
فولكلوري، ايه تقعد تفكر ايه البلد اللي هم منها، او ايه اللي هم من الصعيد ولا من، هم مصريين في الاخر، هم مواطنين عالميين. المشاكل دي في كل حته في العالم مش بس في مصر، فبالتالي انت بتحاول المشاعر دي لمشاعر عالميه بمعنى اللي هو العالم كله يعني. الفيلم عباره عن جزئين، جزء ما قبل بدايه الرحله وبدايه الرحله. اي جزء فيهم انت يعني وعفوا انا عارف ان سؤالي ان بروفيشنال خالص يعني، خلص. بس يعني اي جزء في الـ في الـ في الـ في, الـ في اي جزء من الجزئين انت يعني ايه كان احساسك بيه يعني متدفق بعض الشيء؟ لا الحقيقه ان انا يعني الفيلم خد يعني الجزئين، بصراحه ما اقدرش اقول الجزء الاولاني او الجزء الثاني، بس هو لازم ان انا امهد للجزء الثاني. يعني هو احنا بنبتدي بالجزء الاولاني موسيقى بسيطه بالظبط، ما فيهاش الـ 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 التوزيعات الاوركستراليه العاليه، موسيقى تكاد تكون مسموعه طول الوقت في الفيلم، عشان بس امهد المشاهد ان هو لما بنخش في البحر الموسيقى بتتغير خالص، تتحول الى موسيقى تانية خالص. يعني هي في الاول بتبقى موسيقى تكاد تكون بتترجم الشخصيات بشكل سطحي، واخد بالك، والمشاعر بشكل سطحي، وبعد كده بتتبلور الشخصيات وبيبتدي كاركتر البحر يظهر كجزء مهم في الكاركتر اللاوعي عند المشاهد يعني. انا اعلم انك يعني شديد الدقه في اختياراتك للاعمال اللي بتحط مزيكتك عليها يعني. بحاول. يعني لو انا حبيت اقترب من المعايير اللي انت بتحطها او بتفضل انك يعني تكون ان فيها، تقول انا عايز اكون، لا هي مش معايير بتبقى ساعات، المعايير ما بقدرش اتحكم فيها، لان يعني في حاجه يعني بتبقى يعني بوزيتيف ونيجاتيف في نفس الوقت، اللي هو ايه، ان انا تقريبا كل المخرجين اللي انا بشتغل معاهم بيبقوا اصحابي، فبالتالي يعني لما اجي ارفض فيلم بيبقى صعب عليا ان انا ارفضه، فساعات مثلا مش كل فيلم بيبقى ناجح، مش كل فيلم بيبقى مستواه الفني قوي، فساعات بيبقى فيه فلتات، ولكن يعني بحاول بقدر الامكان يكون انا حابب ان انا اعمل الموسيقى بتاعت الفيلم ده قريب من مشاعر انا وقريب من موهبتي، وهقدر اضيف المزيكا تبقى ليها اضافه جوه الفيلم، مش بس انها تبقى بس موسيقى حلوه، لا تبقى موسيقى مرتبطه بالدراما، موسيقى مرتبطه بالشخصيات، حرفيتها عاليه، وفي نفس الوقت اقدر انا انبسط بيها كمؤلف موسيقي. زمان كان عندنا حوار مع النجمه الجميله الصبوحه الله يرحمها، فقالت لي جمله لطيفه جدا، قالت لي اني يعني انا بعرف انها كانت مجامله قوي في شغلها لدرجة ان في افلام عملتها مجاملة صحيح، فسألتها يعني هل ندمتي، قالت لي اطلاقا عن فكرة، بالعكس انا حاسة بان انا سعيدة جدا ان انا جاملت وان انا نجحت في اني اسعد اخرين. هل بترى ان القليل من المجاملة في الشغل يعني لا تفسد العمل؟ يعني اذا ما كانتش بتضر يعني الحقيقة، لا لا بس لغاية دلوقتي الحمد لله ما فيش ضرر يعني، ما حصلش ان انت جاملت واتضايقت بعد ما جاملت؟ لا لا اطلاقا. استاذ تامر، يعني انا بعرف انه المزيكا دي احد اهم عناصر وادوات المخرج، بالفعل يعني توأمتك قد يكون هناك لك مخرجين اصدقاء، ولكن حينما يحصل التوأمة الشديدة بينك وبين مخرج ما، هل تشعر بأي نوع من الحرج أن تقول لنا من هم المخرجين اللي شعرت معهم بهذا الإحساس؟ يعني لا يعني الحقيقة أن في مخرجين كتير اتعاملت معهم وحصل، وبيبقى فيه اللي هو بيسموه، مش عايز أقول توأمة، عايز أقول بيبقى فيه تفاهم إلى حد ما كبير، لأن المخرج ساعات بيبقى في الفيلم ده في تفاهم كبير، الفيلم اللي بعده ممكن يبقى فيه تفاهم أقل على حسب نوعية الفيلم، وهو إحساسه بالفيلم إيه، مدى ثقته في نفسه جوه الفيلم، ده بيأثر كتير على العلاقة ما بين المخرج والموسيقي في الفيلم، فبالتالي التوأمات دي بتبقى فيها يعني ممكن ساعات تبقى في فيلم كويسة وفي فيلم ما تبقاش كويس، ولكن في أنا ناس بشتغل معهم بشكل مستديم زي أستاذ علي إدريس، بقالنا 3 أفلام مع بعض، أستاذة كاملة أبو ذكري عملت معها ذات وسجن النساء ويوم للستات برضو في مرجان القاهرة. احنا طبعا ساعدنا بمزيكتك في يوم للستات، وأعتقد إنه مزيكة يوم للستات دي فرصة عظيمة إن أنا أحييك عليها طبعا. الله يخليك يا فندم. وأقول لك إنه يعني المزيكا في يوم للستات الحقيقة يعني
واصلة المرحلة أنها ترجمت كتير جدا 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 من مشاعرنا إحنا، مش بس المشاعر اللي شفنا فيها. وهو ده كان دورها فعلا بالاتفاق مع كاملة، لأن كان في يعني هي مدية نوع من البهجة في أماكن كتيرة قوي في الفيلم، لأن إحنا عايزين يعني فكرة حرية الست وفكرة إنها تنطلق وفكرة إنها تبقى تخرج من القيد اللي محطوط لها في المجتمع، هي دي فكرة الموسيقى، إنها تديك الحلم الدفين اللي جوه كل ست إنها تبقى منطلقة. فالحقيقة إن إحنا قدرنا يعني طبعاً الجمهور هو اللي يقول، بس يعني لا يعني أنا شخصياً من جمهورك أزعم إن إحنا قدرنا إن إحنا نجحنا. لا نجحت إلى حد كبير جداً 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 جداً، ودايماً أنت يعني عنوان للنجاح في أي عمل فني بيكون اسمك وبصمتك موجود عليه. وأنا عايز أقول لك إنك بتتحدث في قناة المهرجان، وهي قناة على بتبث على الهواء مباشرة على اليوتيوب، واللقاءات ليست طويلة، لأنه الحديث معك أنا شخصياً أتمنى يكون ساعات يعني، لأن لدي شغف شديد بإن أسمعك يعني أسمعك شخصياً يعني. احنا بنحييك وبنهنيك ويعني سعداء بلقائك معنا جدا يعني. شكرا استاذ عمر جدا، انا سعيد جدا والله. ربنا يخليك. ابقوا معنا وتغطية خاصة من قناة المهرجان لتغطية فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 38 وفيلم البر الثاني. سبتي ما انا نويت اسافر. اوعوا تقولوا بلدكم ايه ولا جنسيتكم ايه اللي رحلوكم على هنا تاني. امال هنقول ايه؟ انت خبلت في نفوخك بقى، انا مش جبتلكيش دهب في الجواز، عايزاني كمان ابيعك الكردان. بكره هتجيب لي اغلى منه. انا باجي لكم بتاع البحر وبجنينه واسعه، انا طول عمري في الارض بعزق وازرع واروي، لما يشيلوني منها هروح فين؟ بس انتوا هتمشوا مسافة نص كيلو بس على رجليكم في البحر. خليه يسافر يا ام مجدي بدل ما يموت. السفر برضو موت. ناطاليا اهي. ناطاليا نفسي عامل يا بكوش يا سعيد. ايه نفسكش في جزء الاخر جابوا لهم؟ سيبيه يطلع زي غيره، ربنا يفرجها عليه. حرميك في البحر انت وراس الديار. العمر بيد الله.